خير. طبعا قبل ما نبدا الفيديو عايزه بس اقول لكم حاجه، ان انتوا تعملوا لايك وتدوسوا على زر الجرس، ويا ريت تعملوا كومنت، واللي عنده اي اسئله يسالها لي في الكومنتات وانا هجاوب عليه ان شاء الله. ويا رب نشير الفيديوهات على الاقل، ممكن يكون ناس محتاجاهم انها تستفيد منه. ويلا بقى بينا نبدا الفيديو. ازاي نعمل كومونو او كاردين من البلوزه الاساسيه، البنطلون الاساسي للبلوزه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ده بطن البلوزة الأساسي. نقدر ازاي نخرج منه كارديل، ونقدر نخرج منه حاجات تانية كتير. يعني عايزين نبقى مع بعض خطوة خطوة في الأيام الجاية، ان ازاي خليكم تعملوا منه موديلات تانية كتير. طبعا ده بلوزة دوران هنا 6 28، الوسط هنا 24، ان هو أوسع من الوسط مش ده عشان هو واسع. العرض 28 نقدر نزود لمقاسات اكبر من كده، نقدر نحط ده على بطن تاني زي كده، واقدر اخد المقاس من هنا لهنا واكبر. يعني زي ما اكبر دوران ست ويست هانش يطلع معايا بمقاسي، والكتف لو حد مليان قوي نبقى نزود بدل 12 سنتي يبقى 13. تمام. طيب هنحط هذا البطن كده وهنقيس. طبعا احنا الكاردين بيبقى كمه منه فيه، ده اللي انتوا حابين تعرفوا. ما بيبقاش في كمي متركب، ونقدر نعمله ان في كمي متركب، يعني ده او ده ماشي، بس احنا عايزين بقى نعمله ايه؟ ان الكمي بتاعه جاي واقع وبيكمل اللي هو كمه منه فين. طيب احنا الكمي ده هنعمل فيه ايه؟ مش هنيجي هنا ناخد بالظبط، يعني هيبقى طبعا اكبر بعرض القماش. انا مظبطه كل البطرون ده على عرض القماش، عرض القماش 150، اما نطبقه هيبقى 75. المقاس ده من اول هنا لهنا 37، اللي هو المقاس بتاعنا القماش بتاعنا بالظبط. طب الكتف هنا لو هو 12 او 13، لا انا بعمل المكان الرقبه زي ما هو كده، بس مش هعمل حاله رقبه ماشي، واعلم هنا النهائي بتاعي. طيب باخد انا عايزه الكميه دي كلها ادخلها في الكم، الكميه دي من اول الكتف لغايه هنا عامله 31 او 30 سم، مش هشيل منها اي حاجه. طيب هاجي اعمل ايه؟ هقيس من هنا الاول الكرف ده لازم انزله في الكارديو، بس هنا بدل ما هو 3 سنتي هنخليه 5 عشان يبقى نازل بليل افضل، 5 سنتي. من بعد ال 5 سنتي هنقيس 2 و2، يعني هنقيس ايه 20 ونعلم، وهنقيس 2 سنتي خياطه لازم نزود. يعني يعني كل المقاس من النقطه دي للنقطه دي 22، وحسب الوسع اللي انت عايزاه، يعني مش شرط حدد وسع معين. تمام. طب الكاردين كله بيبقى وسع قطعه واحده. لو انا جيت هنا من اول الوسط يا دوبك هنشيل حاجات بسيطه جدا عشان ننزل عندها. طيب اول حاجه بدخل جوه 3 سنتي من بعد النقطه اللي هي بتاعتي زياده، اعلم عليها بقى كده واعملها خط لازم، بس طبعا اعمل دوران بالشكل ده عشان تبقى نازله معايا بطريقه مش مربعه للخيطه، ما تبقاش فيها زرزره. طيب اول حاجه هنعمل الكيرف الاول بتاع الامامي لغايه النقطه بتاعت الرقبه، هي 7 سنتي. الاول نقطه الرقبه هنا واخد خط ماشي، هنا هنزل على مفيش، يعني هجيب قسطره زي دي واحاول اخدها بدوران كده. يبقى انا نزلته كده بدوران ماشي. الحته دي طبعا لازم تكون بدوران كويس عشان تبقى معانا صح. هنا علامة الرقبة بتاعتنا الأساسية، هي شيلنا ده
هناخد نغير بقى الموديل. هنعمل ايه؟ هنقول 8، يعني هناخد الوسع ده حسب ما انا عايزاه مقفول او في وسع. انا المقاس الاساس هيبقى 7، فاحنا هناخد 8 عشان اللي يكون اوسع من البلوزه. طبعا 8 سنتي علامه، وازود من ال 7 سنتي ال 8 دول سنتي تاني ارجعه لبره كده عشان ايه يبقى التانيه عندي مسافه التانيه. استخدم المسطره دي. طبعا انا مش بحدد من هنا لهنا اكون السبعة تحت كام، لا انا بحط المسطره على النقطة بتاعتي واطلع كده بالظبط بنفس الشكل ده كده، يعني هنا الحرف على اخر البطرون وهنا لغاية النقطة، واخد خط بطول المسطرة جاي اداني الواحدة بالشكل ده الشيء. طبعا هنا الطول ده 80 سنتي، احنا هنعمل طول من اول 80 لغايه الارض، يعني كده كده الطول بلا حدود معاكي زي ما انت عايزه. ده كده شريط ربع البطن، هنيجي هنا طبعا هو يتاكل مع الضهر ده هيدوك هيتعمل اوفر من هنا، وهنديه كده لباب الفيس. الظهر طبعا نفس الامامي بس في طبعا حضرة بقى هنعمله دلوقتي، ارجع لكم ثواني واكمل معاكم. طلعنا خلاص الامامي ده الامامي اهو بالشكل ده، والتانية اللي احنا خلينا هنا وهنعمل تانية حرف بسيط كده زي ما قلنا، وهنطلع من الامامي الخلفي مش محتاجين، يعني بصي طريقة سهلة جدا ومن نفس البطلون الامامي عملنا من الخلف. طبعا هنحط هنطلع القماشة قد المقاس بالظبط ده. طبعا هو الظهر كده كده هيبقى اقل من الامام عشان هنا كده بالظبط اهو كده حطيناه. هنقيس يعني بقى نقيس هنا بس هنا الكم من حرف عن حرف، هنقيس دي بقت 10 سنتي دي بقى على ان احنا خلينا هنا، فده ده 8 يعني 10 سنتي ظهر اللي ورا كويس، هو بيبقى اوسع من حدود رقبه البلوزه. بنزل 2 سنتي زي البلوزه بالظبط وطلعهم بدوران كده، الأول عنك هنا بالظبط دوران، هنا في دوران رقبة، ونستعجل في دوران الرقبة اهو. طبعا هنعمل كده دوران لازم يلفها معايا بايد تلف كده، حد تنطق اللي هنا نفس الامامي بالظبط اللي بتاع البلوزة نفس الامامي الخلفي او الظهر. طبعا احنا كنا هنا واخدين 5 سنتي هناخد 4 وهنسيب رابع هنسيب سنتي واحد، يعني عشان الظهر يبقى أعلى من الأمام سيبنا سنتي خدنا 4 سنتي، وبرضو هنطلع بيهم عندي خد الرقبة بالشكل ده. وبرضو الجزء ده ممكن في بعض العبايات اللي هي الخليج بتبقى الجزء ده مش بناخد بقى 5، ممكن يعدي معانا 11 أو 12 سنتي، يعني الموديل ده غير ده يعني محدش يعمل عليه بالشكل ده اهو. هنرسم بقى عليه نفس الكم بالظبط، نحط خط هنا بالظبط وهنا بقى الزينه بتاعتنا اهي 1 سنتي، وهنعمل نفس الشكل وهنا بقى 2 سنتي اللي احنا شلناهم. لازم طبعا في الديل نعمل الاتنين سنتي دول في سنتي ونص لان ده اطول، كل ما بيبقى اطول الكرف ده بيكون اطول، يعني كل ما الحاجه بتطول لتحت بتعوز الكرف اطول.
ونوسع الكوبي ده زي ما احنا عايزين. ده كومون نسيت وطريقة بسيطة جدا. ده بقى 2 سم × 10 طبعا انتوا شفتوا هنا ان ده زياده، ده طبيعي لان الامامي طبعا بيبقى مفتوح لكن الظهر طبعا بيبقى مفتوح. كده هنعمل الكم بقى ازاي بقى، هنكمل باقي الكتف ده بباقي الكم. احنا عندنا هنا كتف عريض جدا واسع، يعني كتف اللي هو كاجوال، يعني الجزء ده نقدر نعمل منه بلوزه بالشكل ده بالظبط. الكم اللي هو لغايه هنا اللي هو منها فيها، يعني بصي نفسي برضو البنطلون اللي احنا عملنا منه الكمون ده نقدر نطلع منه فساتين تانية. الكم اللي هو منه فيه لغاية هنا ممكن تلبس تحت الشميز، ممكن نعمل منه البلوزة، نعمل منه التيشيرت، يعني ده نفس نظام التيشيرت بالظبط. بس طبعا التيشيرت يفرق بقى ان هيبقى فيه حب، بس نفس الجزئية دي. طيب انا بقيس اول حاجة ال 12 سنتي بتوعي اللي هما الاولانيين واعمل نقطة، يبقى ده كان الكتف بتاعي الاولاني. نقطة اهي عند ال 12 كده كان الكتف كله بتاع 20 سنتي اللي هو 40 سنتي لغاية هنا فقط. الجزئية بقى دي 20 سنتي، يبقى العرض يبقى ماشي بقى من عندي 20. أنا عشان أحط الكم التاني أكمل بيه يبقى دي نهايتي، أروح أنا هقول أنا عايزة كم 60 سنتي أو 62 أو أي طول أنا عايزاه. بقيس دي وباخد التكملة اللي مبقية الكم ده. طبعا أنا هقيس هنا هشوف قد إيه اللي أنا هاخده اللي انا محتاجاه على الكم ده عشان يبقى نفس الطول. طبعا هنا 20 يبقى انا محتاجه هنا يبقى من 42 سنتي بالثانيه بتاعته، يبقى كده على 240 ده الطول اللي انا عايزاه اكمل بيه. طيب هحط ده هكمل بيه كده اهو. طبعا هنا هيبقى في خياطه سنتي وسنتي، وهنا هيبقى في خياطه بس سنتي واحد بس هنا، فانا باخد ده على قد ده. بقيس كده بشيل السنتي الخياطه فقط لا غير، وصلت الخياطة فقط أنا، يعني ممكن آخد قد ما الكتف هيكون إيه معايا، هوصل ده بده، يعني بعد ما أقفل الكتاف هنا أوصل ده، يبقى هعلي لغاية هنا، ده الكتف اللي أنا محتاجاها عشان أوصل ده هنا. طيب خلاص كده، يا إما هعمل الكم ده بالوسع ده أخليه كله واسع، يا إما أنا هلم الكم. فطبعا الكم لما أكيد إن أنتوا هتلموه. طيب الكم هخليه قد إيه؟ يعني لو 20 سنتي وسعه هيبقى مكفوف، هتخلي ال 20 وهنسيب سنتي خياطة يبقى 21، وهنعمل بالمسطرة دي مش بالمسطرة التانية، مينفعش اخده بالمسطرة دي لأن أنا مش عايزاه جاي كده. وممكن عايز أنا أخليه جاي كده لو أنا هحطها يبقى ضيق من هنا، لكن إحنا عايزينه كله كويس اللي هو القفطان بالظبط. فباخده من هنا من هنا العلامة دي للعلامة اللي هي بتاعتي الأخيرة بتاعتي، أشيل الزيادة دي ناقص ضحيات كمان. طيب انا هحرده، ممكن اعمل هنا حردة كم بس بسيطة جدا 2 سنتي، مش الحردة بتاعتنا ملهاش دعوة بالعرض بتاعتنا، واطلعها بنقط كده كده على مفيش. مش ينفع اعملها بمسطرة ماشي، اعملها بايدي عشان مبقاش فيها مسطرة بس 2 سنتي. دول 2 سنتي دول هيفرق معاك في الكم، يخلي الكم عندي هنا مظبوط والكم هنا طبعا مظبوط، وهيبقى بالشكل ده. ده كمونو او الفردي او القفطان، ده بكل بطريقه بسيطه جدا. طبعا احنا هنطبعه على قماش وهنشوف تقفيله ازاي، وهنبقى معاكم ايه الفيديو الجاي ده. كده الفيديو البطرون هنعمله، وكل اللي عامل بطرون يصورهولي على القناه ويبعتهولي، وبعد كده هطبق لكم ده على القماش عشان نشوف الفينيش ان احنا هنقفله ازاي. وبرضه ما تنسوش اللايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك يشترك فيها، وعايزه كوت ويا ريت توصلوا الفيديو مثلا 100,000 مثلا مليون، يعني مش قليل يعني ان انا يوصل معايا مليون، مش ايه يا ريت يعني.